السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع عامل زي شات جي بي تي لكن بالعربي، يعني حتى الأداء العربي عنده كويس جدا. طيب هنقول له هنا احنا عايزين نكتب مثلا حاجات خاصة بالبريد الإلكتروني، فيبدأ يجيب الحاجات دي. تمام، مثلا عايز تكتب بريد إلكتروني، فبيقول لك من مين لإيه والمحتوى أنت عايز إيه. مثلا طلب وظيفة، تمام، اللغة، اختار الصيغة، عايزة مثلا عايزينها رسمي، مثلا انشاء، فعلى طول بيعمل لك حاجه بالشكل دوت. تمام، تقدر انت بس تعدل بعض الحاجات اللي هي بين الاقواس، ويبقى عندك ايميل شكله جميل، وهو مديك 3 اقتراحات كويسين جدا. تمام، طيب خلينا اقول له اكتب الان. ممكن تكون انت عايز تعمل اعلان مثلا، فوصف اعلان، عنوان الاعلان، افكار اعلانيه، اعلانات جوجل، اعلان صفحه كامله. طيب اسم المنتج مثلا، وليكن قهوه بن. وصف المنتج، صح معانا. اللغة، طب الصيغة ممكن ايه؟ دعابة شوية، في ساخر، بس احنا مش عايزين ساخر، مش عايزين نطفش الناس. فعمل لك اعلان جميل، اتبع اشواق القهوة لتبحث عن شيء مميز لبدء صباحك، واذا انت بحاجة الى قهوة، القهوة في كوفي كوفي. تمام، حان وقت الاستيقاظ وشرب القهوة، قهوة. عملك بطريقة جميلة جدا، مجرد ان انت تغير شكل الاعلان هتلاقي الاعلان كتب لك بشكل اخر. اكتب الان، ممكن تختار مثلا نص طويل او اضافي او هتقدر تعمل مقالات للمدونة بتاعتك. يعني انت عايز تعمل مقال مثلا عشان الزيارة تيجي، فممكن تقول له انا عايزها بالانجليزي عن الكوفي. خلاص احنا صايمين بقى، حابب افكر شغل في القهوة. الصياغة مثلا، وتقول له اعمل لي المقالة، فهو بيعمل لك المحتوى بتاعك عشان تنشره عندك في المدونة. فعملوا لك هو كل ده عن حب القهوة. طيب فتقدر تعمل أي حاجة، الانستجرام، الفيسبوك، الحاجات دي كلها، حاجات خاصة بالشركة، أسئلة، وصف وظيفة، موجز نص، تصميم شعار، كل الحاجات دي موجودة. فممكن بعد كده تقول له انا عايز اعمل صورة، فتدي له وصف الحاجة وهو يبدأ ان هو يعملها. مثلا قط يطير، تمام، زي ما انت عايز. وكل ما تدي له كلمات اكتر كل ما الصورة تكون افضل. فعمل لنا صور بالشكل ده، تقدر ان انت تشوفها. طيب ممكن تقول له انا عايز لغة برمجة مثلا زي البايثون، وتبدأ تخليه يكتب لك كود. يعني مثلا ايه، اعمل لي كود لجمع ارقام، لجمع ارقام. فيبدأ يجيبها لي، وحطت لي ان في ملحوظة هي ان الكود ده هيعمل ايه. فنقدر نستخدم الموقع ده في ان احنا نعمل محتوى عندنا، بحيث نزود الزيارات للموقع بتاعنا، لوصف الفيديو والحاجات دي كلها. ويعني ما شاء الله الأداء بتاعك كويس من التجربة.